بحطولي وقعقع في البيداء غير مزركلي وصار بكل أركان العقيش مقرنصا وهام بكل القارطات بشنكل. من لم يعش متعززا بسنانه سيموت موت الذل بين المعشر. لا 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 يا عم انت ولا يا انت بتعرفوا على ايه ده عمال يهفلط باي كلام. افهم مما تقول انك تريد ان تتبارى معي. اتبربر معك يعني ايه؟ اشعر لنا. اشعر ده نشعر وبس ده نفضل اشعر لحد ما تطلع لك شعر من صدري. يا قوم يا قوم، بعد ان سمعتموني ايها الساده، الان ستسمعون لهذا الرجل. انت بتسخر كده يعني؟ مش تستهزئ بيا؟ ما اسم السيد؟ اللندي. مرة أخرى؟ اللندي اللندي. والآن سوف تستمعون للمبي. اصعد يا لمبي. أيوة أنا أشعر يا لمبي. أيوة يا عم بقى خنقتنا. سمعونا سالفة للحبيب النبي بقى. أسامحك لا، أغفر لك لا، أنا مش نبي ولا إله، كتير حذرتك، كتير انذرتك من حسن حزنك، شفتك معاه بلاش الحاح، ضمير ارتاح. دموعك دي دموع تمساح ملحوظة. لماذا دموع تمساح؟ لأن التمساح لا يبكي. خلاص بخن 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 بخن. شفت بقى سيد الشاعر العظيم تعيان ولا ايه؟ من أين أتيت بهذا الشعر؟ يعني ببقى قاعد كده وبينزل علي الوهم فبروح كاتب المشعرة. الوهم مقبول. هل هذا من الشعر الحر؟ أكيد طبعاً. هل رونيك شعر المسلزيك؟ عذراً. اوعى تقول لي نسيت اسمي، هبص عفرتك لك وشك. لقد حفظته. ولكن ما هذا الملبس؟ هذا الملبس؟ إنه ملبس حر أكتبه ألبسته عندما أكتب الشعر. ولا إيه؟ إذن يا قوم يا قوم، إنني أعلن لكم أن الفائز بجائزة الشعر، معذرة الاسم مرة أخرى، فإن اللمبي. ولو نسيت أنا هعلم عليك. هو اللمبي اللمبي، وقد فاز بجائزة الشعر وقدرها 1000 دينار. بخن 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 بخن. ده 1000 دينار، ده انا ده الدينار الكويتي ب 24 جنيه مصري دلوقتي. بخن بخن. لا لا بخن بخن فعلا. بقول لك ايه، يوجد هنا مصرف صرافه. وما هي الصرافه؟ هو الشنش الشنش شنش العملات، مكتب صرافه زي اللي في ميدان لبنان، عارفه؟ نعم، إن الصرافة هي عند اليهودي. اليهودي؟ أنتوا اللي مؤسسين البنوك أنتوا يا كفرة. بخن 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 بخن.